شهر رمضان بتتسابق فيه الأعمال الدرامية بشكل كبير، ولكن الحقيقة كمان الاهتمام بالمحتوى هو من أهم الأشياء، لأن دي فرصة لنسبة المشاهدة العالية ووجود طبعا المشاهدين اللي بيتابعوا كل هذه الأعمال. وبتبقى كمان فرصة إذا كان عندك أعمال فيها جزء من التاريخ والمعرفة إنك تاخدها في ثوب الدراما وتقربها وتبحث في أوراق التاريخ وتصحح مفاهيم كثيرة، بيبقى مهم جدا لما تقدم من خلال عمل درامي كبير. وهذا الشيء الذي تعمل عليه دائما الشركة المتحدة في كل رمضان. في هذا العام واحد من الأعمال اللي بتقدمها الشركة المتحدة في رمضان 2024 مسلسل الحشاشين. إيه هو الحشاشين؟ الحشاشين بيتناول قصة البطل أو يعني الرئيسي في البداية أو الشخصية الرئيسية حسن الصباح. وحسن الصباح ده أسس جماعة اسمها الحشاشين، وطبعا محاولة نشره بقى لفكر طائفة الإسماعيلية النظرية، وبتعتمد القصة على ثلاث شخصيات أساسية. الأولى زي ما أنتم شايفين كريم عبد العزيز، وهو حسن الصباح بيقوم بدوره كريم عبد العزيز، والتانية الوزير الدولة لنظام الملك ويجسد الدور الفنان فتحي عبد الوهاب، والشاعر والفيلسوف وعالم الرياضيات عمر الخيام ويجسد الدور الفنان نيكولا معوض. الحقيقة عنصر التشويق واضح جدا، يعني هذا الاختلاف كمان والتباين بين الشخصيات وعالم، يعني كل شخصية عندها عالم خاص، فهنشوف منافسة شديدة جدا ورائعة. كمان يعني خلينا نقرب ونعرف الروايات ايه. قصة الحشاشين حسن الصباح كان سبب تناولها كان ايه في اكثر من عمل أدبي روائي. زي إيه؟ زي رواية الموت للكاتب فلاديمير بارتول، ورواية سمرقند لأمين معلوف The Walking Drum، وأيضا للكاتب لويس لامور وهي قيامة الحشاشين والهادي التيمومي، ومسرحية أمير الحشاشين لأبو العلا السلموني. الحقيقة مجموعة من الروايات، وهندخل إلى التاريخ، هندخل للدولة الفاطمية، هنعرف حاجات كتير جدا، وهيبقى أعتقد فرصة أن نتزود من التاريخ وربما نصحح أفكار لم نكن نعرفها. خليني أروح للباحث الذي يبحث في التاريخ عنا طول الوقت ويقدم الكثير عبر الزوم من القاهرة، الباحث والكاتب التاريخي وليد فكري. مساء الخير يا أستاذ وليد. الحمد لله. يعني عايزين كده نعرف منك ونقلب معك أوراق التاريخ وندخل إلى عالم الحشاشين. يلا بينا. أهمية اولا يعني عايز اعرف كرايك كباحث تاريخي وانت يعني عاشق للتاريخ وللحقب المختلفه، يعني ايه اللي بتشوفه اهميه الحشاشين وتقديمها في هذا التوقيت؟ طيب، هي حركه الحشاشين الاهميه الكبيره جدا فيها مش بس على مستوى التاريخ الشرقي او التاريخ الاسلامي، وانما على مستوى التاريخ العالمي، ان هي بتمثل اول حركه تلجأ للاغتيال الممنهج للمخالفين ليها. يعني مش مثلا زي الخوارج بتلجأ له احيانا، وانما هي حركه بتعتمد في الاساس على سلاح الاغتيال، وان سلاح الاغتيال ده لابد انه يكون اغتيال علني، يعني لابد من تحقيق غرض الارهاب للخصم. اضافه انها ما كانتش فقط بتستهدف رجال السياسه والعسكريين ورجال الحكم، وانما كان قائمة الاغتيالات بتشمل العلماء والمفكرين والفقهاء. يعني هي التفتت لخطورة الكلمة، لأن محاربة الفكر المتطرف بالكلمة لا تقل قوة ولا تقل أهمية عن محاربته بقوة السلاح، فهي التفتت لده. فده بيميزها جدا بين يعني مختلف الحركات المشابهة أو اللي انتهجت مناهج مشابهة سواء في ثقافتنا أو في أي ثقافة أخرى. تمام. طيب هنا أنا هقف كده وهفكر بفكر المشاهد اللي بيسمعنا احنا الاثنين. هنا يعني هسألك، المشاهد على طول هيقول ما هو الاقتراب بينها وبين داعش؟ بالظبط. الاقتراب بسيط جدا. احنا دايما بنقول، كان في مقولة دايما يعني بنقولها، إن الشخص اللي بيلبس حزام ناسف ويفجر نفسه، لو كان اللي اداله الحزام عارف ان التفجير ده هيوديه الجنه ما كانش اداله الحزام، كان فجر هو نفسه وراح الجنه. وده نفس الفكره بالنسبه للحشاشين، ان هو كان في وعد
من يعني كبيرهم اللي هو حسن الصباح اللي هو كانوا بيصفوه بسيدنا، ان هم هيذهبوا الى الجنه، يعني هم هيروحوا هيقتلوا فلان وهو غالبا مش هيرجعوا، لان هم كانوا بينفذوا عمليات الاغتيال في الاسواق او في المواكب او بعد صلاه الجمعه، يعني بيتعمدوا ان هي تكون وسط حشد من الناس، وسط اجتماع الناس. فكان بيبقى الغالب عليهم الغالب ان هو مش هيعيش، هي عمليه انتحاريه. فكان بيعدهم انهم لو ماتوا خلال تنفيذ العمليه او اعدموا بعد كده، ان هم يعني معاه ضمانه ليهم ان هم رايحين الجنه. فهي نفس الفكره اللي داعش بتعملها مع الشخص اللي بيفجر نفسه او اللي بيسوق عربيه مفخخه او ما شابه، ان هي بتعتبر انها بتمتلك مفاتيح وصكوك دخول الجنه، وتمتلك الحق في الحكم على انسان ان هو تنتهي حياته وينتهي وجوده بسبب المخالفه ليه. طيب هل انا اقدر اقول هنا بانه يعني في ايامنا هذا في العالم كله الارهاب، الجماعات الاخوانيه، الجماعات المتطرفه، داعش، هي مجرد امتداد لنفس الفكر القديم؟ الحشاشين واللي قبلهم واللي قبلهم هو نفس الامتداد، لا ينتهي ابدا، هو يتكرر في اشكال اخرى؟ بالضبط. هقول لك على حاجه، الامام علي بن ابي طالب لما حارب الخوارج في معركه النهروان وقضى على عدد كبير منهم، ناس قالوا له يعني بيهنوه بالنصر، فقال لهم كلا بل هم في اصلاب الرجال وارحام النساء. فالمقوله المنسوبه للامام علي بن ابي طالب دي بتقول ما معناه ان المشكله في ان الفكر المتطرف هو للاسف احنا بنحاربه وبنحاول ان احنا نقضي عليه. صحيح. لكن الانسان فيه الخير وفيه الشر. فطبيعي ان هنلاقي دايما على مر الازمنه ناس عندهم من الشر يعني ما يكفي ان هم يتلاعبوا بالاديان اللي هي المفروض انها وسيله للعلاقه بين الانسان وبين السماحه والانسانيه بالضبط، ان هم يتلاعبوا بيها ويحولوها الى سلاح للاستهداف ولاهدار الدم وما الى ذلك. فده امر مستمر، يعني حتى كلمه الحشاشين في اللغات الاجنبيه هي تحولت بعد كده لمعنى الشخص اللي بيقتل اغتيالا، زي مثلا في الانجليزي اساسن، في الفرنساوي اساسان، وهكذا. فاصبحت مرتبطه بالقتل بالاغتيال. فهو هو هم خلقوا يعني خلقوا منهج، وهو يعني منهج مستمر، لان اي تنظيم ارهابي هيلاقي فيه تجربه سابقه لحركه ارهابيه قدرت انها تجمد ناس وتحركهم وتحولهم لاسلحه في ايديها، اكيد مش هيتاخر في ان هو يحاول انه ينتهج نفس النهج. يعني خليني اقول مثلا، لو يعني جماعه الاخوان الارهابيه او الجماعات كمان المتطرفه الموجوده انتهجت نفس النهج، يعني رجعت الى التاريخ وانتهجت نفس النهج، او هو ده امتداد نفس الفكر، يعني القمع، الارهاب، القتل، هي نفس الفكر. طيب انا هنا برضو هرجع واسالك كمان سؤال تاني استاذ وليد. يعني كثيرا ما نرى بان يعني كميه الثقافه والفكر والعلم اللي كان موجود على مدى العصور كان يحارب بشكل او باخر، يعني كان دائما محاربته. لو انا مثلا رجعت لابن حزم فهنعرف ان تم حرق مكتبته وافكاره، رجعت لابن رشد في زمن تاني تم حرق مكتبته وافكاره. فاذا الافكار دايما بيتم قتلها، خاصه لو كانت افكار انسانيه وادبيه وفنيه وفيها ارتقاء بالنفس. بالظبط بالظبط. هو اكتر حاجه هو بيخاف منها هي الفكر. ليه بقى؟ لان لو انت واجهته بالسلاح، هو طبعا من الضروري ان يكون في تكامل ما بين المواجهه بالفكر والمواجهه بالسلاح، يعني واحد شايل سلاح ولا ماسك حزام ناسف، لابس حزام ناسف وداخل على عليا، انا لو رجل امن او رجل في جيش بلدي انا مش هقعد اناقشه في ساعتها، هطلع سلاحي واتعامل معاه، ده شيء طبيعي. ولكن دايما بقول ان الهدف من المقاومه بالفكر هي منعه انه يبقى ارهابي. يعني دايما لما بتكلم مع بعض الاصدقاء مثلا اللي بيشتغلوا في مجال الشرطه او الجيش، بقول له انت بتحاربه لما هو يبقى ارهابي، انا بحاول امنعه من ان هو يبقى ارهابي. فبالتالي محاربه الفكر المتطرف ومحاربه الفكر الارهابي، انت كده بتقضي على البيئه اللي بينمو فيها هذا النبات الشيطاني، فبالتالي انت بتمثل خطوره عليه. وخطوره لا يلتفت ليها
الا صناع هذا الفكر، لان هم شايفين ان انت كده خلاص انت عرفت زي ما بيقولوا بيتهم ايه. فمن الطبيعي ان هم يستهدفوك، لدرجه ان مما يقال تاريخيا ان كان في مخطط لاستهداف الامام ابو حامد الغزالي لما عمل كتابه فضائح الباطنيه، وده كتاب يعني يعتبر بمثابه في جزء فيه اللي هو بيتكلم على وسيله تجنيد الخشاشين للعناصر اللي بتنضم لهم بعد كده. فكان في الكتاب ده يعني من اقدم نقدر نقول ان هو كان عامل زي بروفايل للطريقه اللي بيتم تجنيدها، الطريقه اللي بينتهجوها يعني ازاي بيمشوا عليها. فكان من الطبيعي ان هو يصبح مهدد مهدد من قبلهم. طيب اخر سؤال انا هساله لك، يعني اذا كنت انا مشاهد وانا في رمضان، يعني حضرتك شايف ازاي ان وجود نجم كبير له مصداقيه زي كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيكولام معوض، ان هم ينقلوا افكار هذه الجماعات ويبقوا هم كمان بيقدموا الفكر ده لمشاهد بسيط؟ مدى الاستفاده اللي ممكن هيحققها المشاهد من عمل درامي زي ده؟ اولا عمل تقيل، عمل صعب، عمل تنفيذه في حقب قديمه جدا، فلازم فيها مصداقيه وفيها رؤيه. بترى ازاي تاثير الدراما هنا ممكن هيبقى مفيد قد ايه؟ طيب هو دايما في تساؤل عن العلاقه بين الدراما والتاريخ. دايما احنا كمشتغلين بالتاريخ بنقول هي الدراما هي ليست مصدر مباشر للمعرفه التاريخيه، يعني انا مش هاخد المعلومه بنسبه 100% من الدراما، وانما هي مصدر لتسليط الضوء على المعلومه. بمعنى ان انا بتفرج على عمل الدرامي لازم طبعا تبقى فيه مصداقيه طالما عايز اوصل رساله منه، مع مراعاه المساحه المتاحه لصناع العمل ان هم يعني يخدموا الغرض الدرامي. لكن الغرض من العمل، نجاح العمل بعد كده، هو ان اللي اتفرج عليه يقول اه انا عايز اعرف اكتر عن الناس دول. ايوه، فيروح بقى يعني الناس ترجع للبحث يعني. بالظبط، او تاخد فكره وترجع للبحث يعني. يعني هو العمل الدرامي التاريخي مهم جدا جدا جدا، لان هو اللي بيستفز الشخص بعد كده انه يدور، بيلفت نظره لمراحل في تاريخه لابد ان هو يدور عليها. فهو عمليا هو بيخدمنا يعني العمل الدرامي. انا كواحد عايز اشجع الناس تقرا في التاريخ او تتفرج مثلا على افلام وثائقيه وما الى ذلك، العمل الدرامي التاريخي هو عمليا لو تم تقديمه باتقان، وطبعا يعني انا متفائل بوجود يعني باسماء زي الفنانين كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب نيكولام معوض، والصور اللي احنا شفناها اللي طلعت من العمل اللي هي مبشره جدا، فده شيء فعلا بيخدمنا، ده شيء بيفرحنا، لان معناه ان الناس اسئلتها في الفتره دي هتزيد، وبالتالي اطلاعهم على الموضوع اللي بيتناوله العمل هيزيد. اكيد اكيد، نتمنى ان شاء الله انه هذا العمل يلقى النجاح ويصل الى الناس، وبالتالي يقدروا يعني يحركوا يعني كل يعني مؤثرات بقى البحث، ويقعدوا يبحثوا وتبقى ثقافه دراميه عاليه باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا الباحث والكاتب في التاريخ الاستاذ وليد فكري، بشكرك شكرا جزيلا.